السلام عليكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة أخبار منتصف الليل من تونس وإليكم أبرز عناوينها. نواب البرلمان يؤبنون الرئيس الراحل البجي قايد السبسي وتساؤلات وانتظارات حول المرحلة القادمة. الناصر يمضي الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، وهيئة الانتخابات تطلب من المترشحين للرئاسية داخل الجمهورية إيداع ضمان مالي قدره 10,000 دينار. فتح مراكز اجتماعية وثقافية جديدة مخصصة للتونسيين بالخارج في عدد من البلدان الأجنبية، وإعادة فتح مراكز أخرى في دول عربية. جلسة خاصة بمجلس نواب الشعب تم خلالها تأبين الرئيس الراحل البجي قايد السبسي، وقد ذكر عدد من النواب خصال الراحل والدور الذي لعبه في حماية مسار الانتقال الديمقراطي وحفاظه على الوحدة الوطنية. أنت الذي كان يجري وراء الدولة حتى لا تتفتت الدولة، كل تنقلاتك حفاظا على كيانها. هو رجل الدولة ورمز الوحدة الوطنية وحامي الديمقراطية وحرية التعبير، هكذا عدد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو خصال رئيس الراحل باجي قايد السبسي خلال جلسة تأبين. فسيفساء أخرى من كلمات أوفت الرئيس الراحل حقه وفق بعض النواب، فرؤساء الكتل النيابية أجمعوا على أهمية الرئيس الراحل في تجميع الفرقاء وانتهاج التوافق ورفض الإقصاء. يكفيه شرفا رفضه للخضوع للإملاءات والإغراءات والضغوط التي كانت تمارس عليه وعلى تونس من أجل ضرب الوحدة الوطنية والمساس بها. شعب أحس بإنجاز الأستاذ الباجي قايد السبسي حين جنب تونس أن تأخذ مسارات مأساوية. كان لينا وقت اللي يلزم يكون لين، وكان قوي صامد شرس وقت اللي يلزم يكون شرس وقوي، ولكن أيضا كان داهية سياسية وكان ذكيا جدا. حكما ومعارضة، رأوا أن الرئيس الراحل تمكن من تجميع تيارات مختلفة ومتصارعة حول شخصه، وذلك بحنكته وخبرته السياسية. رغم اختلافنا معه حول المبادرات التشريعية التي تقدم بها، وأهمها قضية المصالحة، قانون المصالحة وغير ذلك من القوانين والسياسات، ولكننا كنا نتعامل معه، كنا نحترمه كرئيس منتخب. سارع قادة العالم لاستشارتك وأخذ رأيك والاستفادة من حكمتك وخبرتك وحنكتك، وكنا نتباهى ونفتخر كتونسيين مقيمين بالخارج بذلك. غادرنا الرئيس في يوم تاريخي، وشاء القدر أن يكون في يوم عيد الجمهورية. إذا أنا أقترح باسم رفاقي أن تكون عيد الجمهورية هو عيد الديمقراطية. أتمنى أنه اليوم اللي بش يوصل للقصر ويشد بلاصة الباجي يكون في مستوى اللحظة التاريخية. أن تونس ولادة يكون رجل يتسع قلبه للجميع، ويكون رجل متاع توافق، ويكون رجل مهوش إقصائي. ثم مؤاخذات كبيرة كذلك على فترة حكم الباجي قايد السبسي. على كل حال نحن نقول رحم الله معناها الرجل. اليوم تونس باش تدخل مرحلة جديدة، وبالتالي يلزمها رئيس عنده مواصفات جديدة. الانتقادات الشديدة لعدد من النواب لعدم تمكينهم من التدخل لم تمنع جلسة التأبين من أن تكون تكريما لروح الرئيس الراحل. وبعد رحيل رئيس الجمهورية ومراكمة تونس سلسلة اختبارات حقيقية مرت بها طيلة 9 سنوات، فإن المشهد سيظل متحركا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة. طوت البلاد بعد الانتقال الهادئ لسلطة الرئاسة اختبارا مهما ودخلت آخر تواصلا مع استمرارية الدولة ومؤسساتها التي كان الرئيس الراحل يؤكد معانيها. وفيها أثبتت تونس استنادا إلى تصريحات فاعلين أقليميين ودوليين أنها تقف على أرضية مؤسساتية وقانونية صلبة تقيها تيها البوصلة أو تفرع الفراغ. فسياسيا ألقت المغادرة والظرف بلحظة وحدة وطنية في ظل محيط سياسي متشنج واهتزاز الثقة لدى جمهور المتابعين للشأن العام. وبالنظر إلى المحيط الإقليمي والدولي المتحرك فوق ألغام عدد من الأزمات،
أما مشهدا فقد دفعت شخصية الرئيس الراحل وصاحب الرئاستين بعد الثورة بضرورة تثبيت التوافق الواسع بين مكونات المشهد السياسي في حده الأدنى، في حين أظهر اللاعبون السياسيون على اختلاف مرجعياتهم مسؤولية في هذا الانتقال. وعلى المدى القصير تبدو تونس قادمة على خريف انتخابي مزدحم بين رئاسية سابقة لآوانها قد تستدعي زمنا انتخابيا إضافيا وتشريعية تتطلب مسارا طويلا بعد أن بدأ قطار الانتخابات في السير، والحاجة إلى تجاوز ما سمي بحالة الإكراه الدستوري وضغط العد التنازلي احتراما للآجال. أما مستقبلا منظورا وبعد هذه المراكمة فإن سلم المؤسسات الدائمة ما زال صعود درجاته مطروحا بغياب المحكمة الدستورية التي ظلت لجولات عديدة ورقة شد وجذب في ملف الحسابات السياسية. أمضى القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر عشية الأربعاء الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وفي هذا الشأن أيضا أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه يتعين على كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 القاطنين داخل الجمهورية إيداع ضمان مالي قدره 10,000 دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وإرفاق وصل تأمين للضمان المالي وجوبا بمطلب الترشح. وذكرت بأن هذا الإجراء يندرج ضمن مقتضيات فصل 9 جديد من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أوت 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019. وفيما يلي رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة أوانها وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أكدت أن موعدها في الدورة الأولى سيكون في 15 سبتمبر القادم. بعد تثبيت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد 15 سبتمبر القادم تاريخا للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، تكون الرزنامة الانتخابية لهذا الموعد كالآتي: تقديم الترشحات للاستحقاق الانتخابي من 2 أوت 2019 إلى 9 منه، على أن تنشر الهيئة قائمة المترشحين المقبولين أوليا لهذه الانتخابات في أجل أقصاه 14 أوت 2019. كما تتولى الهيئة الإعلامية إعلان عن قائمة المترشحين نهائيا في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2019. الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية ستمتد من 2 شهر سبتمبر القادم على الساعة منتصف الليل إلى غاية 13 سبتمبر على الساعة منتصف الليل، على أن يكون الصمت الانتخابي موافقا ل14 سبتمبر 2019، علما وأن فترة الصمت الانتخابي خارج الجمهورية ستكون يوم 12 سبتمبر المقبل، والاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام 13، 14، و15 سبتمبر القادم. أما بالنسبة إلى التونسيين بالداخل فالاقتراع سيكون موافقا ل15 سبتمبر القادم، على أن يكون الإعلان عن النتائج الأولية للاستحقاق الانتخابي في أجل أقصاه 17 سبتمبر 2019. وتنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دورة ثانية خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، وتضبط مواعيدها بقرار منها. استعرض اللقاء الذي جمع القائمة بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر برئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر قرطاج الأوضاع العامة بالبلاد واستعدادات الحكومة وجاهزيتها لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة. أشرف القائم بأعمال رئيس الجمهورية أيضا محمد الناصر بقصر قرطاج وبحضور وزير الداخلية هشام الفراتي على موكب أداء اليمين لولاة جدد لأربع ولايات وهم على التوالي: رجاء طرابلسي ولية على منوبة. كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس. محمد سمشة وليا على القصرين. عبد الفتاح شقشوق واليا على المهدية. محمد بورقيبة واليا على القيروان.
كانت وزارة الداخلية أعلنت الأربعاء الماضي أن رئيس الحكومة قرر إجراء حركة جزئية بسلك الولاة ودعوة الولاة الذين تم إنهاء تكليفهم إلى القيام بمهام أخرى. أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 31 من جويلية من كل سنة يوما وطنيا للتونسيين بالخارج، مؤكدا أن هذا اليوم الوطني سيخصص لتعميق النقاش حول واقع الجالية التونسية بالخارج وسبل تحفيزها لتطوير مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. دعما للجالية التونسية المقيمة بالخارج ولمزيد استقطاب الكفاءات وتطوير مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 31 من شهر جويلية من كل سنة يوما وطنيا للتونسيين المقيمين بالخارج. هذا الحدث المنتدى التونسيين بالخارج أصبح عادة سنوية منذ بضعة سنوات للقاء التونسيين بالخارج للاستماع إلى مشاغلهم، فإن شاء الله يولي يوم وطني تكون هناك معناها متابعة للقرارات ومشاغل التونسيين في الخارج، تكون معناها مؤسسة كما بهذه الطريقة، تفعيل مشاركة التونسيين مش فقط في مجهود التنمية في تونس وإنما أيضا حتى في الاندماج أكثر في الآليات المجتمعية في البلدان الإقامة، حتى فعلا تستطيع بلادنا أنها تستفيد بأقصى قدر ممكن من الخبرات التونسية وهي عديدة ومتنوعة. وبيّن الشاهد أهمية تركيز المجلس الوطني للتونسيين خلال شهر أكتوبر القادم، مبينا أن هذا المجلس سيمكن أبناء تونس بالمهجر من المشاركة في صياغة قوانين التحولات السياسية والاجتماعية بالبلاد. دعينا جمعيات بتشارك ومددنا في الأجال إلى موفى شهر سبتمبر، إن شاء الله المجلس هذا يمكن التوانسة أيضا في الخارج باش يكون عندهم إطار يعطيوا فيه الرؤية نتاعهم ويشاركوا في الحياة السياسية والقوانين في تونس والحياة الاجتماعية، وطبعا ثم الاستحقاق الانتخابي اللي الخارج أيضا ممثل تقريبا أعتقد ب 18 نائب، وهذا أيضا مهم جدا واستحقاق جديد جاء بعد الثورة. المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج تناول أيضا مسألة تطوير تحويلات الجالية التونسية والتي تقدر بحوالي 4,000 مليون دينار سنويا، أي ما يعادل 5% من الناتج الخام. هذه مناسبات باش نبحثوا علاش معناها ثم الاستقرار هذا ما ثمش تطور، وكيفاش نطوروا هذه النسبة، وشنية الإجراءات اللي لازمنا ناخذوها، شنية الحوافز التي ينبغي علينا أن نتخذها، وثم حتى نقاشات مع البنك المركزي التونسي من أجل إيجاد حوافز وتشجيعات حتى نشجع تحويل أكثر واستثمار خاصة. وقررت الحكومة اعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع الجالية التونسية بالخارج على توظيف مدخراتهم بالعملة وبالدينار القابل للتحويل بحسابات مفتوحة لدى البنوك التونسية، ومزيد الضغط على الرسوم والمعاليم البنكية الموظفة على تحويلاتهم المالية. في الشأن الوطني أيضا، أطلع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر على جدول أعمال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التي سيتم عقدها اليوم الخميس. كما استعرض الجهيناوي مع الناصر أبرز المواعيد الدبلوماسية للفترة القادمة والاستعدادات الجارية لتولي تونس مقعدا غير دائم بمجلس الأمن الدولي ابتداء من غرة جانف المقبل. وفي مجلس نواب الشعب تمت المصادقة خلال الجلسة العامة ب 81 صوتا على الترفيع في رأس مال شركة تونس للطرقات السيارة بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس للطرقات السيارة بقيمة 180 مليون دينار واستكمال مساهمة الدولة في تمويل إنجاز طرقات السيارة واد الزرقة أبو سالم واسفاقس جابس وجابس مدنين ومدنين رأس جدير. كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال الحقل النفطي حلق المنزل بين الدولة التونسية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة توبك من جهة أخرى. في الشأن الفلسطيني الآن، قال محمد شتي رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه ممثل كندا لدى فلسطين إن القضية الفلسطينية تعيش مرحلة خطيرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة الوطنية وحل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني المتصاعد وانتهاك الاتفاقات الموقعة، وذلك بمساعدة من الإدارة الأمريكية على حد تعبيره.
وأضاف شتية أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار الكيان الإسرائيلي على احترام الاتفاقات الموقعة والقانون الدولي هو صمت قاتل وغير مبرر. وفي السودان قال قيادي بالمعارضة إن مفاوضين من المجلس العسكري الحاكم وائتلاف المعارضة الرئيسي حققوا تقدما بشأن التقاط الشائكة في المحادثات حول الانتقال من الحكم العسكري، وإنهم سيجرون محادثات مباشرة خلال اليومين القادمين. وكانت المحادثات المتقطعة عن كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير قد توقفت أمس الثلاثاء بعد مقتل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في مسيرة مطلع الأسبوع الجاري. وفي ليبيا استدعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة لتسليمه مذكرة احتجاج على ما ورد في إحاطته لمجلس الأمن الاثنين الماضي، التي قال فيها إن الأطراف الليبية المتنازعة لا تزال تؤمن بأنها يمكن أن تحقق أهدافها بالسبل العسكرية، لذلك لم يحترموا التزاماتهم وفق القانون الدولي. في الأثناء تتواصل المعارك جنوب العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات خليفة حفتر منذ أفريل الماضي. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. نواب البرلمان يؤبنون الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وتساؤلات وانتظارات حول المرحلة القادمة. الناصر يمضي الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، وهيئة الانتخابات تطلب من المترشحين للرئاسية داخل الجمهورية إيداع ضمان مالي قدره 10,000 دينار. فتح مراكز اجتماعية وثقافية جديدة مخصصة للتونسيين بالخارج في عدد من البلدان الأجنبية، وإعادة فتح مراكز أخرى في دول عربية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المشاهدة والاهتمام، في أمان الله.